أعرب السكان المحليون في أبوتسبورت بكولومبيا البريطانية عن قلقهم بعد تعرض المقاطعة الكندية لفيضانات شديدة في إعقاب هطول معدلات قياسية من الأمطار على ساحل المحيط الهادئ الأمطار الغزيرة حاصرت سائقي السيارات هذا الأسبوع إذ تسببت بانهيارات طينية خلفت قتيلا على الأقل واثنين في عداد المفقودين كما أجبرت الآلاف على إخلاء منازلهم وعزلت فانكوفر وميناءها كارثة جوية تغلق الطرق السريعة، لكن لا شيء يقف في وجه غضب الطبيعة. فيضانات تاريخية مروعة في كولومبيا البريطانية يقول رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو. المنطقة تعرضت لهطول أمطار خلال يومين يعادل ما تتلقاه عادة في شهر، وكانت قد واجهت إعصارا نادرا الأسبوع الماضي. يوضح علماء الأرصاد الجوية أن نهراً جوياً قادماً من المنطقة الاستوائية كان السبب، والنهر الجوي هو عبارة عن مسارات من الرطوبة في طبقات الغلاف الجوي، بإمكانها حمل كمية مياه قد تبلغ أكثر من 15 ضعفاً من كمية المياه في نهر المسيسيبي. وهو ما حدث هنا، إذ يستمر عدد القتلى بالارتفاع. فيضانات قطعت اوصال المنطقه، وانهيارات ارضيه عطلت حركه السكك الحديد من والى ميناء فانكوفر الاكبر في البلاد. السلطات كانت قد اعلنت حاله الطوارئ، واوضح متحدث باسم عمليات الطوارئ ان نحو 400 شخص محاصرون في بلده جبليه شمال شرق فانكوفر. وتعاني بعض المدن الجبليه المعزوله اليوم نقصا في الامدادات بينما الاجواء تميل الى التجمد الفيضانات الكارثيه هذا الاسبوع ليست اول اضرار كولومبيا البريطانيه من التغير المناخي هذا العام بعد ان واجهت لهيب الصيف بدرجات حراره قياسيه اودت بحياه المئات وحرائق غابات دمرت مجتمعات باكملها